يلا مستعدين يا ولاد عشان نقرأ القرآن؟ نعم أيوه يلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ من أول وأما من أوتي كتابه بشماله، من أول الآية رقم 25. خلاص ماشي، يلا تمام أنا عايز الشباب كده يفتحوا المايك تمام كده ويقرأوا ورايا، يلا زي ما بنتعودين كده كل حصة الشباب كده. حاضر. ممكن ثانية واحدة بس؟ استنى، أنا حافظة جزء تبارك كله. ممتازة ممتازة، مهم جدا زي ما قلنا يا جماعة، مهم جدا ان احنا نحفظ القرآن واحنا صغيرين، عشان حفظنا للقرآن ده واحنا صغيرين هينفعنا جدا لما نيجي نكبر ان شاء الله بإذن الله تعالى. خلاص انا يلا لسه ما حفظتش الصورة، انا لسه ما حفظتش الصورة العامة كلها، فراح احفظها. يلا شد حيلك كده، شد حيلك كده عشان خاطر الحفظ ده هينفعك جدا لما تكبر. معلش هو يا الكتاب مستر، هي العامة سورة ايه؟ بتاعي، سورة هو في الكتاب الحاقة من العام. أول الآية رقم 25، وأما من أوتي كتابه بشماله. يلا يلا مع بعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. وأما من أوتي كتابه، وأما من أوتي كتابه بشماله، بشماله فيقول يا ليتني، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية، ما أغنى أغنى عني عني مالية، مالية، هلك عني سلطانية، هلك هلك عني عني سلطانية. سلطانية. الآية هنا بقى بتتكلم على إيه؟ نفهم الآية، هي بتتكلم إن هياخد كتابه، اللي هيمسك كتابه بإيد الشمال فده هيندم ويقول يا ريتني ما كنت أخدت كتابي خالص، يا ريتني ما كنتش أعرف كتابي، ولا أدري ما كتابي، يا ريتني ما كنتش عرفت كتابي، قال لها كانت القضية، يا ريتني كنت مت وما قمتش تاني خالص، يا ريتني ما كنت من البداية كنت حيت. ما أغنى عني مالية، مالي اللي أنا كنت في معايا في الحياة الدنيا وكنت مبسوط بيه ومرتاح بيه وكنت عمال بكنزه، ملهوش أي لازمة. ملوش أي لازمة، ما أغنى عني يعني ما أغنانيش عن العذاب ومش هيحوش عني العذاب. هلك عني سلطانية، السلطان الوزراء ولا واحد وزير ولا واحد رئيس جمهورية، خلاص مفيش في الآخرة الكلام ده خالص. يقول لك طبعا هلك عني سلطانية، يعني دلوقتي ما عنديش لا وزراء ولا عندي حرس ولا عندي أي حد يحميني من عذاب الله عز وجل. يقوم ربنا يقول له إيه بقى؟ ويقول للملائكة إيه؟ يلا نقرأ مع بعض الآية اللي جاية دي. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم ثم الجحيم الجحيم صلوه، صلوه ثم في سلسلة، ثم في سلسلة 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 ذرعها 70 ذراعا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، 70 ذراعا فاسلكوه،
سبعون ذراعا فاسلكوا. ربنا بيقول بقى هنا للملائكة خدوا الكافر دون اللي كان بياكل ايه، خدوه فغلوه، خدوه كتفوه وكتفوه كده بالحديد وكتفوا ايديه، ثم الجحيم صلوه، ثم دخلوا الجحيم حتف، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، كتفوه في سلسلة من حديد، والسلسلة الحديد دون بيغلي وبيولع، فالسلسلة دي يعني قد 70 ذراع، يعني كتف جسمه كله كده من أوله لآخره، من أول رقبته لحد جسمه كده، تلف حوالين جسمه كده لحد آخر حتة في جسمه، وهي السلسلة دي سخنة مولعة نار، فتشوي جسمه وتكتف. طبعا طيب ليه بقى ده كله بيحصل للبني آدم ده؟ ليه بقى النوع ده من الناس اللي هو بيمسك كتابه بشماله؟ تعالوا نقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. إنه كان لا يؤمن، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بالله العظيم، العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا من غسلين. رنات انت بتقري معايا يا رنات؟ رنات مستر انا بقوم. انت بتقري معايا؟ ومعايا المصحف، انا برضه ببطأ مني. الصوت كان بيعلق شوية فانا مش سمعتش. ماشي يلا اقري معايا. ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون. افتح المايك كده يا عبد الله كده، خلينا اشوفك يا عبد الله. انت قافل المايك ليه؟ هنا بقى ربنا بيقول لينا ليه ربنا بيعذب النوع ده من الناس. انه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كانش بيؤمن بالله عز وجل، ولا يحض على طعام المسكين، ما كانش بيشجع الناس ان هم يتصدقوا، ان هم مش بس هو ما بيصدقش، لا ده هو ما كانش كمان بيشجع الناس ان هم يتصدقوا ويدوا الناس أمين يا كين. يا مستر، ايه ده النوع أمين اللي ما بيشجعهمش، اللي هو الكافر اللي مش بيؤمن بالله، اللي هو رفض انه يؤمن بالله، واللي هو اللي بيدخل النار وبيتعذب في نار جهنم، ما كانش بيؤمن بالله العظيم، ولا كان بيشجع الناس ان هم يتصدقوا، كان بيبخل ويأمر الناس بالبخل، يعني يقول للناس ما تتصدقوش على الناس دي، تتصدقوا عليهم ليه؟ فليس له اليوم هاهنا حميم، ملوش بقى النهارده اي صديق او اي حد يحوش عنه، ولا طعام الا من غسلين، ملوش اي طعام الا من مادة الغسلين، اللي هي عاملة مادة الغسلين دي اللي هي المادة اللي هي عاملة زي ايه، زي حمم البركان كده، شوف حمم مولع نار. حمم البركان دي شوفوا لما بتنزل على اي مكان بتشويه، فما بالك بقى لو حد اكلها، دي فرقة. هو بقى اهل النار طعامهم شبيه بطعام الحمم البركانية دوت. شوف انت لما تشوف لما تشوف الحمم البركانية دي، بس لما ترمي فيها اي حاجة تسيح، لما ترمي فيها الحديد يسيح، لما ترمي ده هو لو كان الحمم البركانية ده هو هيبقى من الحمم البركانية. شوف بقى لما انت بقى تحاول تاكل الحمم البركانية دي يعني.
هو ده بقى، استغفر الله. لا يأكله إلا الخاطئون، محدش هياكل الأكل ده ولا يتعذب العذاب ده إلا اللي أخطأوا، اللي أخطأوا وبعدوا عن الله عز وجل، واللي كفروا بالله، واللي ما كانوش بيتصدقوا. فلا يلا نكمل بقى بقية الآيات بقى. هنا في الآيات اللي جاية دي ربنا هيأكد على إن رسوله رسول كريم، وإن الكلام ده من عنده. مستر نعم عادي برضه لما نخلص الحصة لو في وقت نقرأهم كلنا؟ ربنا ييسر، انا ما فيش اي مشكله بالنسبه لي، بس هو بس ان لو في وقت حاضر من عينيا حاضر. بس انا تمام بس شكرا. شايف ناس كده كانوا بيفتحوا المايك زي عبد الله كده، وفين عبد الله وفين جاني جايني، مش بيفتحوا الكاميرات كده ليه؟ مش فينك يا عبد الله؟ عارف. انت فين يا عبد الله؟ لجين وعبد الله وميار وآلاء مش فاتحين المايك، انتوا فين؟ مش فاتحين. انا فاتحه المايك ماشي. وانا كمان عبد الله ما مش بيجيبش، فاتحين الكاميرا. مش عارف عبد الله فين. انا مش عارف عبد الله فين يا عبد الله. عبد الله ما اعرفش عبد الله فين. انا عايز، انا هبعت على الواتس دلوقتي اسال عليه واقول انت فين يا عبد الله. ماشي يلا يلا نكمل مع بعض. فلا اقسم بما تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. ثانية واحدة. وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن، ولا بقول كاهن كافر، كاهن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، تنزيل من العالمين. هنا ربنا بيقسم بيقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هنا ربنا بيقسم وبيحلف الحاجات اللي نقدر نشوفها والحاجات اللي ما نقدرش نشوفها. هتتحاسب يوم القيامة؟ نقدرش نشوفها، في حاجات لا مش هتتحاسب يوم القيامة؟ ده هنا لا ده هو بيقسم هنا بالحاجات اللي بيقسم بالحاجات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، برضه في حاجات ما نقدرش نشوفها. ايوه ترى بالعين المجردة. يعني مثلا ما نقدرش نشوفها. زي ايه؟ الفيروسات ما نقدرش نشوفها، الميكروبات ما نقدرش نشوفها، دي حاجات ربنا. الهواء. الهواء. والجن حتى ما نقدرش والجن. نشوفه. صح، والجن والملائكة ما نقدرش نشوفهم. فربنا وربنا والرسل. لا الرسل نقدر نشوفهم بس هم ماتوا يعني، انما الملائكة عايشين وسطنا دلوقتي ما نقدرش نشوفهم. والجن برضو نفس الوقت. وربنا الهوا ما قول نقدرش رسول نشوفه. كريم، ربنا بيقسم بالاشياء دي، ان القول ده الكلام اللي هم بيسمعوه ده القران الكريم، ده قول من رسول كريم جاء من عند الله عز وجل. اللي هو مين بقى الرسول؟ اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا مين؟ رسول سيدنا محمد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه ولا الصلاة وما والسلام. هو بقول شاعر، بيقول لهم الكلام ده مش قول شاعر. لو كان قول شاعر كنتوا هتؤمنوا قليلا، كان قليل منكم جدا اللي هيؤمن بيه. ولا بقول كاهن، كاهن ده يعني ايه يا اولاد؟ الكاهن دون ناس كانوا زمان بيدعوا ان هو كان بيجي لهم الاخبار من السماء، كانت بيدعوا ان السماء بتوحى ليهم، فكانوا بيقولوا عليهم كاهن. كان بيدعوا كذابين يعني، ايه؟ كذابين. كذابين بالظبط. كانوا بيدعوا الناس ان هم يعبدوا الالهه الاصنام وكده. ده معنى كلمه كاهن. ناس كانوا عايشين زمان كده.
فكانوا بياخدوا برضو من الناس مقابل ده كله فلوس، كانوا ياخدوا من الناس فلوسهم، بياخدوا من الناس كل حاجه معاهم، ويدعوا ان هم ايه، ان هم ايه مثلا الصنم اللي هو اللي، ويطلبوا من الناس ان هم يعبدوه وعشان ياخدوا الفلوس دي، ويدعوا ان الاخبار بتوصلهم من السماء. ايوه بيقول لهم ان هذا القران ليس بقول كاهن، مش قول كاهن، قليلا ما تذكرون، قليل جدا لما تتذكروا ان هو قول تنزيل من رب العالمين. القران ده نازل منزل من عند رب العالمين. جميل؟ ايوه جميل. ولو تقول علينا، ولو تقول علينا، ولو تقول علينا، ولو تقول علينا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا، ثم لقطعنا عنه الوتين، ثم لقطعنا، ثم لقطعنا منه الوتين، ثم لقطعنا، ثم لقطعنا. بتقول ورايا يا ولاد؟ يلا نعيد تاني. ايوه. ثم لقطعنا، ثم لقطعنا منه الوتين، منه الوتين، فما منكم، فما منكم من أحد، من أحد عنه حاجزين، حاجزين. فهنا ربنا بيقول إن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، يعني نزل من عند رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كان محمد اللي هو رسول الله قال مجرد بعض الكلام على ربنا، ربنا ما قالوش، لأخذنا منه باليمين، يعني لأخذنا منه الرسالة، لأخذنا منه شرف القرآن الكريم. ثم لقطعنا عنه الوتين، نقطع عنه عروق قلب. الوتين ده اللي هو العرق اللي بيطلع من القلب وبيضخ الدم للجسم. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما حدش منكم هيقدر يحجز عنه ويحوش عنه البلاء اللي ينزل على محمد لو كان محمد بيقول علينا كلام احنا مش قلناه. طبعا ربنا بيأكد ان سيدنا محمد رسول فعلا، وما بينطقش الا الحق والا الكلام اللي فعلا ربنا بيقوله عنه، اللي ربنا بيقوله له. يلا نكمل. وان ديت 45 صح؟ لا، من اول 48. 48 تمام. وإنه لتذكرة، وإنه لتذكرة للمتقين، للمتقين، وإنا لنعلم، وإنا لنعلم أن منكم، أن منكم مكذبين، مكذبين، وإنه لحسرة، وإنه لحسرة على الكافرين، على الكافرين، وإنه لحق اليقين، وإنه لحق اليقين، فسبح
باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. تمام كده يا ولاد. هنا بقى ربنا بيقول ايه؟ وانه لتذكرة للمتقين. ربنا بيقول ان القرآن ده تذكرة للناس اللي بيتقوا الله عز وجل، بيتقوا الله يعني بيخافوا الله عز وجل. وانه وانا لنعلم ان منكم مكذبين. ربنا بيقول انا عارف ان في منكم ناس بيكذبوا بالقرآن. وانه لحسرة على الكافرين. القرآن ده هيبقى حسرة على اللي مش بيؤمنوا بيه. ليه بقى؟ لان القرآن ده هدى ونور للي بيآمن بيه واللي بيسير على طريقه بيه. وإنه لحق اليقين. القرآن دون حق يقيني مفيش أي شك فيه. فسبح باسم ربك العظيم. ربنا بيؤمر سيدنا محمد إنه يذكر الله عز وجل وإنه يسبح باسم ربه العظيم. جميل كده يا ولاد. إحنا كده خلصنا سورة الحق. تعالوا كده نحل بعض التدريبات عليها. ضع علامة صح وعلامة خطأ. أهلك الله قوم ثمود غرق. الكلام ده صح ولا غلط؟ ولا غلط. غلط صح. مين القوم اللي ربنا أهلكهم بالغرق؟ الكفار. أيوة. مين هم؟ قوم سيدنا قوم سيدنا موسى. لا مش موسى. هو قوم سيدنا موسى اللي هو لا هو فرعون. آه ربنا أغرقه في البحر. بس في قوم تانيين ربنا أغرقهم بالغرق برضه. فرعون. إيه؟ فرعون. ربنا أغرق فرعون. بس برضه من القوم اللي ربنا أهلكهم بالغرق اللي هو قوم سيدنا نوح. والله كنت لسه أقول كده. قوم سيدنا نوح. نوح. ادعى الكفار ان القرآن شعر. ده صح ولا غلط؟ الكفار بيدعوا ان القرآن شعر. صح. 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 فعلا الكفار ادعوا ان القرآن صح. شعر. بس طبعا الكفار كاذبين. طبعا. يتمنى العاصي الا يأتي كتاب اعماله. صح. 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 كانوا يعني خايف من يوم القيامة وخايف من العذاب مع انه هو كان عارف وهو في الدنيا ان فيه عذاب. طب مين منكم اللي يقول الآية اللي بتتوافق مع هذا المعنى؟ يوم القيامة. اللي هو ايه؟ يوم القيامة. اللي هو انا عارفة. انا عارفة. انا يوم القيامة. انا 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 بتتوافق مع هذا المعنى. ها؟ يوم القيامة. انا انا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو كان بيقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني. ممتازة. ممتازة يا بسملة. ممتازة. شطورة. كلكم شطاطير. كلكم ممتازين. ولو إن عبد الله أنا زعلان منه عشان ما شفتوش خالص النهارده. بس أنا هبقى أسأل عنه. على فكرة هو قبل أول ما دخل قال للمستر النت عنده كان شوية ضعيف وفي مشكلة في النت فهو ديت المشكلة. بس حاجة أطمن بس إن هو إيه إن في هناك عذر يعني إن هو ما جاش طالما في عذر يعني. طيب تخير الصواب مما بين القوسين. المراد بالحاقة كلمة الحاقة معناها إيه؟ يوم القيامة. يوم القيامة. المراد بها أم يعني شوفوا كتابي. شوفوا يبقى أكبر. صح. ها أم قرأوا كتابي. صح. اكتب من قوله تعالى الحاقة إلى قوله أخذة الرابعة. طبعا ده إيه لازم تحفظه. صل المعنى من العمود ألف بما يناسبه من المعنى من العمود باء. الحاقة يعني ايه من دول؟ انا يوم القيامة. صح. صح. من اسماء يوم القيامة. صح. طيب يا جنى قولي الطاغية يعني ايه الطاغية من دول؟ جديدة. لا الطاغية هنا يعني صيحة صيحة مدمرة. صيحة مدمرة. صيحة مدمرة. فأما عاد فأهلكوا فأما ثمود فأهلكوا بالطغية. طيب عاد.
عاتية يعني ايه؟ عاتية يعني لا تنقطع، لا تنقطع. لا ده شديدة، عاتية يعني شديدة. حصوما هي معناها لا تنقطع، ماشي؟ حصوما هي اللي معناها لا تنقطع. خلاص؟ خذوا هات آيات ما يدل على ندم الكافرين. ها، ايه الدليل على ان ندم الكافرين، الكافرين هيندموا؟ ان هم كانوا عارفين ان في يوم ايه. عاوزين من القرآن اللي احنا قرأناه دلوقتي. تمام. اللي هو اللي هو واما من اوتي كتابه بيمينه. بشماله قصدك بقى، بشماله ندم الكافرين. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسبي. ممتاز. طيب تقدري تقولي لي يا رينات، يا رينات نعم يا مستر، تقدري تقولي لي، تجيبي لي من الايات ما يدل على فوز المتقين. فوز المتقين. انا بضل عارفها برضو. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. أيوة اقرأوا كتابي، صح. إني ظننت أني ملاق حسابي. ملاق حسابي، لأنه هو ظن أنه هو هيروح النار مع أنه هو كان بيعمل حاجات حلوة كتير. في الآخر إيه ده أنا فزت. ويسلم. ممتازين ممتازين يا ولاد، ممتازين كلكم شطاطير والله. تعالوا بقى ندخل على الدرس الجديد اللي هو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كبير جدا وحاجه مهمه، بيتكلم على موضوع مهم جدا جدا اللي هو ذكر الله عز وجل. مستر نعم. واحنا في الدين في مدرسه المطورون اخذت دعاء النوم ودعاء الاكل ودعاء بس مش فاكراهم. ممتاز. كل الادعيه، وانا بس وانا في الليل بنام، لما انام ما اعرفش انام، انا وماما واخواتي بنقرا الدعاء النوم. زين ممتازين. دايما الانسان يا اولاد بيعيش على ذكر الله عز وجل. ربنا بيقول في كتابه الكريم الا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل دون حاجه عظيمه جدا وحاجه رائعه وحاجه مهمه في حياتنا، لان بذكر الله عز وجل قلوبنا بتطمئن وحياتنا بتصفي. ولما بتذكر الله عز وجل ربنا بيقول في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. اللي يذكر الله عز وجل في قلبه ربنا برضو يذكره فيه. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. اللي يقعد يكلم الناس عن الله عز وجل يقعد برضو ربنا يتكلم عنه مع الملائكة ويكلم الملائكة عنه. شوف تخيل انت بقى لما ربنا الله عز وجل من فوق السبع سماوات يتكلم عنك. احنا لما واحد مثلا لما بابا ولا ماما يتكلموا عنا بنفرح وبنبقى مبسوطين ان بابا وماما بيتكلموا عننا كلام حلو. طيب ما بالك انت بقى بالله عز وجل يتكلم عنك، ده حاجه تبقى عظيمه. طبعا جدا. يبقى هنا ذكر الله عز وجل هنا له اثار جميله جدا جدا في حياتنا، وله اثار جميله جدا جدا، وله الحسنات عظيمه جدا جدا، ولو فوائد ان حتى قلوبنا بتطمئن. يعني ايه بتطمئن؟ يعني ما بنبقاش، لو ذكرنا الله عز وجل ما بنبقاش خايفين. لو ذكرنا الله عز وجل، لو احنا نخف شويه. خلاص خلي رينات الاول. مستر انا سأل، واحنا شفنا كده فيلم واحدة بنت بتصلي وهي بتعيط، انا قلت لها في حد بيصلي وهو بيعيط، قالت لي لازم يكون ضعيف قدام ربنا، مش صح؟ صح صح اكيد اكيد. ده الانسان اللي بيصلي وهو بيعيط ده بيعيط لربنا. مستر هي في صورة خايف، خايف من عذاب ربنا. صورة ايه؟ هو في سورة اللي هي البقرة. حقق أخويا
في أخ ليا كان واخد في المدرسة، إنه هو في سورة البقرة، هو مش واخدها في المدرسة، في المدرسة بس هو عارف. كان بيقول إن في سورة الكرسي في آيتين أو ثلاثة، أول آيتين أو ثلاثة في سورة البقرة، ده صحيح أو لأ؟ لأ تاني كده، في إيه؟ في إيه مش في سورة البقرة ثلاث أو أربع آيات من سورة الكرسي؟ مفيش حاجة اسمها سورة الكرسي. حضرتك سامعني؟ الكرسي دي آية، هو صوت بيقطع، صوتك بيقطع، بس هو الكرسي مفيش سورة اسمها سورة الكرسي. الكرسي دي آية، آية اسمها آية الكرسي. آية، آية اسمها آية الكرسي. تمام. دي خلاص؟ آية الكرسي هم هم إيه؟ مستر أبو دي أول ثلاث آيات في سورة البقرة ولا لأ؟ لا هو آية واحدة بس. حضرتك الشبكة عندك. آية واحدة بس. طيب نقرأ يلا الحديث والحصة الجاية. معلش بس هي الشبكة بتقطع عندك جدا يعني. معلش معلش، هي رجعت تاني بقت كويسة. يلا نقرأ الحديث دون مع بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين أبي هريرة ده؟ ماشي، الحصة الجاية إن شاء الله هنعرف بقى ونشرح بالتفصيل مين هو أبي هريرة، بس ناخد الحديث دون. أنا عارف. كلمتان خفيفتان على الإسلام. كلمتان خفيفتان على الإسلام. قبيلتان في ال في ال لا 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 لا، عاوزين نقرا مع بعض، عاوزين نقرا مع بعض. يلا أنا هقرا ورايا خلاص. كلمتان خفيفتان على الإسلام. كلمتان خفيفتان على الإسلام. على الإسلام. ثقيلتان في الميزان. ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن. حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. كلمتين دول رب الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا ان هما كلمتين خفيفتان على اللسان، بس كلمتان في الميزان ليهم ثقل عظيم الميزان لما توزن. يعني احنا طبعا لما نقولهم يا مستر لما نيجي نقولهم هتبقى يعني دلوقتي مثلا زي ما احنا بنيجي نقولهم دلوقتي اهو، هتبقى هناخد حسنات ليها. طبعا ناخد حسنات كتير وربنا بيحب الكلمتين دول. عموما خلاص وقت حصتنا عشان كده قلنا وقت حصتنا من انتهى ان شاء الله. مستر ممكن اوريك العصافير بتاعتي؟ ممكن اوريك العصافير؟ حاضر هجيبها وجاي. شوف بسرعه يلا قبل ما تيجي الحصه الجايه. احنا كده خلصنا. الحصه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن ذكر الله عز وجل وقد ايه هو مهم في حياتنا وقد ايه ذكر الله عز وجل بيعمل تاثير عظيم في حياتنا. اهو يا مستر دي العصافير. حلوه يا ريناد، جميله يا ماما. دي اللي بطاطا. بصوا البطاطا اللي على ظهره اسود وجناحاته في شويه اسود، ده انثى والتانيه ذكر. ما شاء الله جميل. اقصد ده الاسود اللي في اسود ذكر ودي انثى اللي بتتحرك دي. الله ما شاء الله. هم اخوات؟ اخوات. انا احسهم اخوات. اخوات او اصحاب مش لا اسمهم ايه؟ احسهم اخوات. اسمهم ايه؟ بساطة وبطاطا. بساطة وبطاطا. بساطة وبطاطا.
ايوه كيوت بيضحك شكلكم هتضحكوا جوجو يلا باي يا اولاد باي 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 انتوا كلكم عساسيل والله وكلكم امامير وكلكم زي العسل الشركه يعني لهم